طبعا علشان اجل في الشات جي بي تي لازم تدخل على موقع الاوبن اي اي، وطبعا موقع الاوبن اي اي اللي مقدم الخدمه المتميزه للشات جي بي تي، الموقع المتميز دوت يعني للاسف محظور للاستخدام على دول معينه، هو متاح لبلاد معينه فقط، وطبعا من ضمن يعني البلاد المحظوره هي الدول العربيه. طيب ازاي نستخدم الشات جي بي تي وانا معيش؟ يعني كلنا سمعنا عشان الناس تفعل الحساب للشات جي بي تي لازم يكون معاه في بي ان، ودوت سهل موجود في في بي ان مجاني في اماكن كتيره، في يعني اضافات جوجل كروم وغيرها، ولكن بيبقى المشكله اللي بتواجه ناس كتير ان هو يكون معاه رقم امريكي من اوروبا او اي من الدول المتاحة في الاستخدام لأداة الجي بي تي. طيب احنا هنعمل ايه النهاردة؟ بكل بساطة هنتعلم ازاي نستخدم الشات جي بي تي لكل البلاد بدون اي ادوات هتحتاجها، يعني ولا رقم اجنبي، رقم موبايل اجنبي علشان تعمل فيريفاي للحساب، ولا غيره من الحاجات اللي بتطلب دي. طبعا هنتعلم النهارده الجزئيه دي، ولكن قبل ما ندخل على الشرح دعوني ارحب بكم، انا نعمان عبد الله من قناه تعلم تقنيه، يلا بينا على الشرح، يلا بينا. اول حاجه هنحتاج علشان نستخدم الاداه بتاعت الشات جي بي تي هنحتاج التليجرام. طبعا كلنا عندنا تطبيق التليجرام، ولو ما عندكش التطبيق بتاع التليجرام يعني التطبيق دوت يعني تقدر بكل سهوله تنزله من جوجل كروم في الموبايل الخاص بيك، او في التطبيق تطبيق تليجرام المكتبي سطح المكتب. طبعا بكل بساطه بيظهر التطبيق زي ما انت شايف كده، انا بستخدم التطبيق الخاص بسطح المكتب في الكمبيوتر، وبتيجي عند السيرش من هنا وتدوس على البحث عن الكلمة ديت او الرابط اللي انا هسيبه لك دوت، تمام، وهيظهر لك بالشكل اللي انت شايفه دوت، وبتختار تمام زي ما انت شايف كده اوبن اي اي شات جي بي تي مثلا دوت اهو زي ما انت شايف كده، وتبتدي بقى تطلب اللي انت عاوزه. تمام عن الرابط ادخل على الاوبن اي شات هتلاقيه زي ما انت شايف كده، وهنكتب مثلا هتكتب اي حاجة انت حابب تطلبها، مثلا وليكن مثلا هتقول مثلا رايت مثلا ارتكل اباوت مثلا يوتيوب مثلا يوتيوب، وادوس اوكي. بص هتلاحظ فوق، بص الكلمه دي يقول لك تايبنج، هو دلوقتي بيكتب يعني الروبوت بيكتب اللي انا طلبته منه، انا طلبت منه رايت ارتكل اباوت يوتيوب، يعني اكتب لي مقال عن اليوتيوب. بص المقال كتب لي مقال بكل بساطه، بصوا الجمال. طبعا انا كاتب يعني كاتب ان انجلش يعني بالانجليزي دوت، ممكن ناخده كده بكل بساطه المقال الجميل دوت، تمام، بعمله كوبي، اخده كوبي كده تمام، اخدته كوبي وهروح لجوجل ترانسليت بكل بساطه، انا عملت اهو مقال يا جماعه، يعني انا كده عملت مقال، ما عملتش حاجه يعني، انا طلبت بس، انا طلبت وهو نفذ المقال، هو بس ادهوني بالانجليزي وانا هعمل ترجمه من الانجليزي للعربي. المقال اتغير اهو، بصوا اتعمل ازاي، اداني مقال اهو عن اليوتيوب اللي انا طلبته ادهوني وانا ترجمته وحولته للعربي، حاجه يعني جميله جدا، حاجه جميله جدا. فانت ممكن تستخدم الشات جي بي تي بكل بساطه، ممكن تستخدم الشات جي بي تي بكل بساطه وانت من مصر، من اي بلد عربي، من اي بلد من البلاد المحظوره، لا انت متاح ليك اهو تستخدمه. هتخش على التليجرام هتضيف الرابط اللي هسيبه لك في وصف الفيديو، وهيبتدي يشتغل معاك زي ما انت شايف كده. تاني انا بس اخر حاجه هجرب معاك وحاجه تاني، مثلا زي مثلا هطلب منه I want 10 ideas about مثلا about technology مثلا about technology 2023، يعني انا بكتب معاك وبفكر معاك، انا مش محضر السؤال ده مثلا، بس انا بكتب اهو مثلا كده، اشوف هيرد عليا يقول لي ايه. اهو بص بيكتب فوق ازاي، بيكتب بيعمل تايبنج، البوت او الروبوت بيكتب لي اللي انا عاوزه. انا طلبت منه 10 افكار، طالب منه 10 افكار اباوت تكنولوجي، يعني عن التكنولوجيا 2023. بص كتب لي ايه، يعني انا مثلا اهو اعمل دوت كوبي كده بكل بساطه كده، اعمل كوبي بعد كده اروح لجوجل ترانسليت زي ما احنا شايفين كده، وهضيف الكلام اللي هو الافكار اللي هو اداهاني. بص بقى انا ترجمت بكل بساطه، اخدت الافكار هي ممكن اشتغل عليها بقى، لو انا مثلا في المدونه بتاعتي اكتب مقالات عنها، او يعني اتكلم عنها في فيديوهات او ايا كان. يعني بقول لك اهو بص، يعني المركبات ذاتيه الحكم تصبح السيارات والشاحنات ذاتية القيادة، يعني هتتساق أو العربيات هتمشي لوحدها بدون قائد للسيارة وكده، عندك الواقع المعزز، وعندك الذكاء الاصطناعي بيتكلم أهو بص، شبكة ال 5G، وعندك المنازل الذكية والتكنولوجيا القابلة للارتداء، والروبوتات والحوسبة الكمومية والطباعة الثلاثية الأبعاد، الواقع الافتراضي، يعني بص كتب لي عن حاجات
ليها علاقة بالتكنولوجيا 2023 اللي كل الناس بتتكلم عنها في 2023. فده كان شرحنا اليوم. النهاردة هتقدر بكل بساطة تستخدم الـ OpenAI شات جي بي تي، وبدون ما يكون معك رقم تليفون علشان تعمل فيريفاي لأي من الدول المتاحة ليها الاستخدام. وكمان عندك بكل بساطة التليجرام دوت متاح للجميع، فتقدر تستخدمه بكل بساطة. وده كان شرح اليوم، يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب يساعدكم الموضوع دوت. وما تنسوش يعني ادعموا القناة واشترك في القناة طبعا علشان يوصلك كل جديد، ودوس لايك علشان يوصل لكل الناس واستفادوا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا رب تكونوا استفدتم. شكرا ليكم، مع السلامة.